السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد، معكم أخوكم سفيان من محترفي البرمجة والتصميم. اليوم إن شاء الله سنقدم لكم درس، أول درس عن دورة الـ PHP والمايسكويل. فقط المقدمة وما يلزمنا فعله أو ما يلزمنا تقديمه في هذه الدورة. أول شيء نقوم بتحميل هذا البرنامج، وهو برنامج وامب سيرفر. هناك عدة برامج مشابهة له، إنكزامب أو إيزي بي إتش بي. أننا سنستعمل هذا الوامب سيرفر، نحمله من هذا الموقع wampserver.com، ثم نثبته على حسب نظام تشغيلنا. إذن الكل يعلم كيف يثبت ويحمل برنامج. إذن الآن سنقوم بتشغيل البرنامج ستار وامب سيرفر، ثم نقوم بالذهاب الآن إلى اللوكال هوست، أي السيرفر المحلي، نجرب هل يشتغل. إذن كما تشاهدون السيرفر يشتغل جيدا، ليس هناك أي مشاكل. نقوم بالآن تجربة هل يقوم بتنفيذ أوامر الـ PHP، أو كما نعلم أوامر الـ PHP. إذن سوف نقوم الآن بإنشاء مجلد جديد new file، ونقوم بتسجيله على ديسك لوكال سي، او اين وضعتم الوامب، ثم نقوم بتسجيله على ديسك لوكال سي، وندخل الى مجلد وامب، ثم www، وننشئ مجلد جديد ونسميه مثلا تيست مثلا، ثم ندخل اليه ونقوم بإنشاء ملف index.php، ونقوم بالسيف. الآن لدينا الملف. إذن نعلم أن PHP يكتب على بين وسمين PHP، وهو أصغر علامة استفهام PHP، ثم نغلق بعلامة استفهام أكبر، وأوامر PHP نكتبهم وسط هذه الوسمين، هذا الوسمين. إذن الآن نجرب مثلا نكتب رسالة ايكو مثلا، ايكو. اذن ايكو هي الرسالة التي تكتب في لغة PHP. نكتب hello world مثلا، ثم بين مزدوجتين، ونسجل ونقوم بتجربة هل يشتغل. اذن كما تلاحظون يشتغل جيدا hello world. اذن الان السيرفر و أوامر PHP الآن مجهزة. إذن نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، نشاهد متغيرات. ثم لا تنسوا زيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك محترفي البرمجة والتصميم، ولا تنسوا الضغط على لايك، ثم get notification، أي recevoir des notifications، حصول على شعارات